يا جماعة أنا بوريكم حاجة واحدة، اتفاق سلام جوبا ده لغاية حسة ما تم التنفيذ عليه أقل من 10%. ليه؟ تم توظيف الوزراء حاكم الولاء أعضاء مجلس السيادة، أعضاء مجلس السيادة ده أقل من 1%. تجي في ترتيبات الأمنية، تم تكوين آليات ترتيبات الأمنية، تكوين الآليات وتدريب القوات ده الفصل الأول بتاع القوى المشتركة حتى ما ترتيبات أمنية كلها ديل كلهم لو جماعتهم بما في ذلك الملامح بتاع السلام اللي بقي موجودة ده زيد عليها أي شيء تاني إيجابية اللي الناس استشعروا بها، أنا شخصيا بقدر إنه بكون زي 10%، بقي كتير بكون 15%، الباقي ده كله متوقف.